دي كانت افتتاحية جوائز الأوسكار في حفلتها 91، وطبعا فرقة كوين مع أدم لامبرت. وطبعا لأنه ليه فرقة كوين تحديدا؟ لأنه طبعا جزء كبير منها متعلق بفيلم بوهيميان رابسودي اللي طبعا حصل فيه النجم المصري رامي مالك على جائزة الأوسكار لأحسن ممثل في حفله 91. ضمن طبعا خلينا نقول ليلة كانت من السحر والفن والجمال، وتابعها أكتر من 1.5 مليار واحد حوالين العالم. وطبعا حفل أوسكار كان بقاله كذا سنة عليه قدر كبير من الجدل. البعض بيقول انه كتير من الجوائز خرجت او بتروح لاهداف سياسية، وكان في طبعا قلق السنة اللي فاتت طبعا فيما سمي بانه جائزة الأوسكار اصبحت بيضاء نصاعة ومفيش نصيب فيها للاقليات او خلينا نقول الأعراق التانية. وكمان كان في جدل حوالين الرسائل السياسية اللي بتوصل من خلال حفل أوسكار. يمكن السنة دي وصفت بأنها خلينا نقول الحفل الأكثر والجوائز الأكثر إقناعا منذ أكثر من 3 سنوات مضت. وكمان كان في لقطات مختلفة، أولا تواجد عربي قوي فضلا كمان عن رسائل مختلفة واحتواء خلينا نقول كده دبلوماسي لكل الأطياف والأعراق والرسائل الإنسانية. هنتكلم عن حفل الأوسكار 91، وكمان هنحلل كده شوية التواجد العربي وقصة رامي مالك ونديل لبكي وغيرها أيضا من خلال تواجدنا أيضا مع الأستاذة ياسمين سعد، وهي أيضا صاحبة صفحة سينما ياسو، صح؟ أيوة سينما ياسو على فيسبوك لمتابعة السينما الأجنبية، وهي طبعا من الصفحات المهتمة بالسينما العالمية وكان ليها تغطية خاصة للأوسكار. أهلا بيك نورتي. أهلا بيك. طب هبدأ معاكي من فين؟ في لقطات كتيرة جدا، بس يمكن هبدأ معاكي من بشكل عام. حفل الأوسكار السنة دي مقنع والجوائز مقنعة بالنسبة للسنين اللي فاتت ولا لأ؟ هو السنة دي في رضا كبير عن الجوائز يعني اللي اتخذت، خاصة أفضل فيلم لجرين بوك، قالوا إن هو من أفضل الحاجات يعني اللي كانت موجودة. الفيلم فعلا يستحق، لأن ساعات بنلاقي إن أفضل فيلم ده راح لفيلم ما يستحقش خالص علشان خاطر أي يعني رسالة سياسية أو رسالة اجتماعية، زي مثلا السنة بتاعت لا لاند ومون لايت. مون لايت لما كسب كان بسبب الأزمة بتاعت أوسكار السو وايت، فهم قالوا هنعمل ايه، فتلاقي ان مون لايت اخذ الجائزه. بس كان ما كانش يعني هو ده كان معليه جدل كبير جدا، لانه كان في افلام احسن كانت تستحق. بس هي الاوسكار بيخافوا يعني، هو الناس بتفتكر ان الموضوع فني صرف، هم بيعملوا توجه فني صرف، بس هو في فن وفي جزء تاني برضو في قدر من وقع ما، لكنه في النهايه برضو الفيلم الجاي بيفرض نفسه. يعني طبعا خاصه مع الناس يعني اكتر حاجه. والسنه دي كمان كان في تخوف اكبر، السنه دي كان في تخوف اكبر في الاوسكار، لان كانت المشاكل بدأت من بدري جدا. لان هو قالوا له انه ما بتختاروش افلام جماهيريه للناس، فاختاروا مثلا وما فيش افلام لاصحاب البشره السمراء، عايزين افلام اكتر. فلقينا بدأوا ان هم يدخلوا مثلا بلاك بانثر، وده كان اول فيلم الناس كانت مستغربه شويه عشان خاطر اول فيلم سوبر هيرو كمان هو من اصحاب البشره السمراء. فده بقى عمل ضجة كبيرة جدا وحاز رضا الناس، فحل شوية المشكلة. بعد كده قال هيجيب الهوست بقى نفسه يبقى من أصحاب البشرة السمراء اللي هو كيفن هارت، وبعدين حصلت مشكلة برضو اجتماعية يعني على كيفن هارت، فاضطروا ان هم يشيلوه. فمن كتر الخوف ما حطوش اي اي مذيع بديل. كان بقى لهم 30 سنة ما عملوش اي حفلة من غير مذيع، فهم كان الهدف بتاعهم السنة دي ان هم يطلعوا حفلة الناس من غير رسالة. هم مش عايزين يطلعوا اي رسالة. فقالوا ان احنا ليه؟ طب بس اختيار الفيلم مثلا، يعني خلينا نبدأ مثلا من اختيار الفيلم جرين بوك مثلا اللي هو بيست بيكتشر، وهو فيلم برضو فيه مضمون انساني كبير، هو فيلم حلو بالمناسبة، وحصل فيه ما شاء الله عليه برضو على احسن على دور في دور ممثل مساعد واحسن فيلم، وهو فيلم بيتكلم عن فكرة الفترة العنصرية في التاريخ الأمريكي والصراع الطائفي برضو. عشان كده الناس رضيت عنه لما خد جايزة. عشان كده هو مستوى الفني أولا كويس، كمان الناس رضيت عنه عشان خاطر الموضوع بتاعه، لأن الموضوع ده بره محبوب جدا يعني، هو دايما بياخد جوائز الموضوع ده. ف
فهو فنيا كان كويس العنصرية فهو الموضوع فنيا كان كويس وكمان الموضوع بتاعه كان كويس عشان كده لما كسب أخذ رضا واسع يعني من النقاد ومن الناس كمان. طيب كمان نروح بقى لقصة رامي مالك. انت رامي مالك ابننا فخر العرب ابننا شرفنا والأوسكار. طيب طبعا في جدل كبير طبعا مش هنخش في قصة الجدل المصري ولا الأمريكي ولا غيره بس أنا عايزة يعني في الأوساط الأجنبية في حالة رضا كامل عن حصوله. كان في اجتماع اجتماع لأن هو حصل على البافتا قبليها وحصل على الجولدن جلوب وحصل على الأوسكار كمان. والممثلين نفسهم والنقاد وكل حد ما حدش ذكر غير رامي مالك. يعني كريستيان بيل مترشح قدامه انا توقعت ان هيبقى فيه كريستيان بيل في ذا فايس اللي هو عامل دور ديك تشيني هو وحتى جامد جدا ركبوا الوش مخصوص عشان يبقى شبه ديك تشيني برضه وهو بيتحول دايما وهما الاثنين راس براس وده جامد جدا بس ما حدش قال غير رامي مالك رامي هياخد الجايزه. لو ما كانش خد الجايزه كان هيحصل مشكله كبيره يعني. فرامي مالك وهو يستحق كمان الجايزه دي بس كان في ادوار مهمه يعني كان في طبعا ادوار مهمه بس هو كل اللي شاف الفيلم الراجل ده ما حسوش ان ده رامي. رامي اختفى خالص وبقى فيه فريدي. كل الناس قالت لا ده فريدي اللي هو بطل المغني الرئيسي في فرقه كوين. وبالمناسبة كوين كانت موجودة عشان كنت بتدعمه بشدة فده هو يمكن شكره بس الناس مش عارفة مين فريدي ميركري. هو فريدي ميركري هو المغني الرئيسي لفرقة كوين وهو بالمناسبة هو من المواضيع اللي بره هم حابينها لأنه حياته الاجتماعية يعني هي كانت ملخبطة شوية يعني مفيش حاجة اسمها ملخبطة شوية كان عليها جدل كان عليها جدل هو ما كانش عارف هو باي سيكشوال ولا هو جاي ولا هو ايه بالظبط بس هو بيحطم على مثلي جنس في نهايه الامر ويمكن الناس مش ما بقتش تدرك الموضوع ده بس لما بداوا يدركوه بداوا يصيروا علامات استفهام يعني شويه بالظبط وهو طبعا بس هو الراجل كانت رسالته واضحه حتى في هو في مؤسسه باسمه دلوقتي لرعايه مرضى الايدز يعني فهو محبوب جدا جدا بره حتى بعد وفاته والشخصيه الناس بتحبها وبتعشقها فكون ان هو رامي مالك ياخد الدور اصلا والناس تثق فيه وقالت له لا انت اللي هتعمل الشخصيه دي وان هو يطلعها يعني حد محبوب جدا والناس حافظينه ويطلعه كده وينسوا ان ده رامي ده انجاز. طيب خلينا نشوف جزء كده كمان بعد تعليق لرامي مالك بعد حفل الاوسكار. I read that you grew up loving Umm Kulthum and Omar al-Sharif. Yes. And there's plenty of Arab young talents growing up now. Loving Rami Malek. If it's not too much to ask, can we get your answer? What would you say to these guys or ladies in Arabic, if possible? Well, I will begin by saying Ahlan wa sahlan. Shukran. Forza Sayida. Jiddan. Wa minawwar. Thank you so much. Wa minawwar bikum kullukum. Thank you. I would say that, you know, as a young man, my sister's born in Egypt. I think when I grew up as a kid, I wanted, part of me felt like I need to shed some of that. Wanted to, I didn't feel like I fit in. I definitely felt like the outsider. And as I got older, I realized just how beautiful my heritage and my tradition is and the wealth of culture and magic and music and film and just pure art that comes out of the Middle East. And now I am so privileged to represent it and to anyone from there, and for that matter, the entire world, we all got a shot at this. We really do. طبعا هو بيتكلم انه بعض الكلمات باللغه العربيه وبيقول انه في بدايه يعني حياته لما كان متربى هو واخته كان بيحس ان هو غريب عن المجتمع او اوتسايدر لكن لما بدا يكبر شويه بدا يحس انه قد ايه الثقافه اللي هو بيمثلها بشكل او باخر والفن اللي فيها اضافت شيء كبير ومميز في شخصيته واضافت له بعد تاني كمان. بس هل الناس ممكن تبقى مدركه ان ده مثلا اثر على ادائه على اختياراته الافلام مثلا او كده؟ هو طبعا الطريق بالنسبه له كان اصعب من اي حد عادي لان هو بيصنف ولحد دلوقتي بيصنف على ان هو برضو اوتسايدر زي ما هو قال. يعني هو محسوب مثلا في الجوائز هم قالوا ان في جوائز من بيبول اوف كلر وحاسبين رامي مالك منه ان هو مش اعتبر ان هو من عشان هو مصري
فهم مش فهم مش حاسبينه ان هو تبعهم، وكانوا بيختاروه في الاول في ادوار زي فيلم مثلا نايت ات ذا ميوزيوم، كان مطلعينه ان هو المصري اللي هو الفرعون. بس هو رفض، انا شفت له قهوه رفض مثلا اداء اي ادوار متعلقه بالصوره النمطيه السلبيه. ما هو ده كيف كده، هو كانوا واخدينه في نمط ان هو ده اللي هيعمل الادوار دي، فكان طول عمره هيفضل كده. فهو تمرد على الدور ده، وطبعا ده كان طريقه اصعب ان هو ينجح ويوصل للنجاح ده وهو في ظل الاجواء دي، بس هو عرف عمل يعني عمل لنفسه خط ومشي عليه يعني، ودلوقتي بقى اظن ان هو يعمل اي دور. طبعا اصبح في منطقه ثانيه خالص من التاريخ. طيب احنا كمان عندنا مشاركه عربيه، خلينا نقول يعني غير رامي مالك، مشاركه عربيه مميزه، وجود طبعا نادين لبكي كفر نحوم نحوم، وكمان فيلم طلال الدركي فاذرز اند سانز عن الاباء والابناء، وتجربتين مختلفتين برضو خلينا نقول. وفي صدى كبير واهتمام عالمي كمان خلينا نقول بنادين لبكي، لان هي اول مخرجه عربية أيضا تدخل بفيلم في طبعا منافسة الأفلام الأجنبية خلينا نقول. رصدت إزاي ده عن السوشيال ميديا كمان وفي كمان الغرب خلينا نقول بشكل أو بآخر؟ هي مبدئيا لبنان شاطرة جدا في الأفلام بتاعتها مؤخرا، يعني كمان بيعملوا أفلام عايزين هدفهم إن هم ياخدوا أوسكار. السنة اللي فاتت لبنان كانت متواجدة برضو، واتقال إن هي كانت هتكسب، كان ليها يعني فرص كبيرة إن هي تكسب السنة اللي فاتت، لولا إن الموضوع نفسه يعني هم السنة اللي فاتت اختاروه بالموضوع، كان في فيلم لترانس جندرز اختاروه هو اللي فاز على الفيلم اللي هو كان القضية 23. فالسنة دي برضو قالوا ان احنا هنروح وهنكسب، وبيحاولوا كل سنة بكفر نحوم ونادين لبكي، صورة نادين لبكي طبعا على الريد كاربت، وزوجها ايضا منتج الفيلم، وده الطفل اللي كان ايضا بطل كفر نحوم. كان دي صور لطيفة، هو زعلان انه الفيلم ما خدش، بس طبعا رغم انه الفيلم ما خدش جايزة لكنه مجرد الترشيح كبير. مجرد الترشيح ده بيبقى في ممثلين كتير جدا عالميين بيترشحوا كتير جدا ما بياخدوش اوسكار، بس كفايه الترشيح ده في حد ذاته انجاز. وهما اتكلموا في لبنان السنه اللي فاتت عن ازاي احنا نوصل الاوسكار ونكسب، هما بيبقى مش بس ان الفيلم فنيا لازم يبقى كويس، في طبعا حسابات توزيع للفيلم ولازم يكون اتشاف في اكتر من بلد الاول علشان خاطر التصويت، حسابات تانية يعني. بس ده ما بيأثرش على الفن، مش منتج ضخم ومع ذلك لاقى استحسان كبير جدا، ان الموضوع انساني بشكل لان الاوسكار اصلا بتفضل التيمه دي. يعني الافلام دايما اللي بتكسب فيها او اللي بتترشح فيها دايما بتبقى افلام انسانيه بتعبر عن الواقع اللي هي طالعه منه، فاكتر فيلم شبه المجتمع اللي هي طالعه منه، وفي نفس الوقت في رساله وممكن ان انت تتفاعل معاها كاي حد من كل الدنيا، هو ده الفيلم اللي بيترشح وهو ده الفيلم اللي بيوصل. واعتقد انه هي حتى ما كسبتش، بس بعتت رساله انه السينما العربيه قادره على الوصول بشكل او اخر. طبعا طلال الدركي ايضا مخرج سوري مهم وبارز، والفيلم بتاعه عن داعش طبعا وتجنيد الاباء او ازاي الاباء بيربوا ابنائهم داخل التنظيمات دي، وعمل يمكن مغامره خاصه هو راح بنفسه رصد ده بيتم ازاي، فطبعا قصه استثنائيه. سوريا كانت موجوده برده في نفس الفئه السنه اللي فاتت برده، الخوذه البيضاء، وانا حاسه ان هم عندهم هدف ان هم ياخدوا الاوسكار، وما دام هم بيحاولوا كل سنه في مره اكيد هياخدوها وقريب، احنا يا ريت نبقى زيهم نخلي ده هدف برضه. على فكره انت هنشوف فيلم مصري بقى في يعني على فكره مصر من اول البلاد اللي ترشحت الاوسكار فيلم باب الحديد زمان يعني جدا. بنتكلم عن ايه بقى؟ بس احنا عايزين نرجع تاني دلوقتي 50 سنه تقريبا. احنا عايزين نحط هدف ان احنا عايزين نروح الاوسكار زي ما هم حاطين الهدف ده. طيب اروح معاك كمان، دي عندنا كمان احسن مخرج طبعا فرانسوا الفونسو كوران، وهو مخرج مكسيكي اللي كان عمل فيلم جرافيتي برضو، لو اكيد الناس هتفتكر الفيلم ده. برضو كان اختياره تاني مره للحصول على الاوسكار، وهو قدم فيلم روما وفيلم ايضا له طبيعه انسانيه خاصه خلينا نقول. هو الفيلم اصلا كان برضو كان فيه اجماع عليه من الافلام اللي هو ما حدش انقسم عليه ان هو حلو ولا وحش، كل الناس قالت ان مستواه الفني كان رائع جدا جدا. الموضوع مترشح كمان كاحسن فيلم واحسن فيلم اجنبي، يعني ده دي ظاهره غريبه برضه. من كتر ما هو كان عليه اجماع رائع جدا من كل الناس، عشان خاطر موضوع الانساني وعلشان خاطر مستواه الفني وعشان خاطر البلد كمان المكسيك، يعني خلي بالك دلوقتي برضو في مشاكل شويه سياسيه، فهي كانت كل المواصفات، هي لما كل العناصر بتتجمع
بيحصل الإجماع ده؟ لو هو فيلم خطير كمان ومن أبرز حاجات فيه إنه كمان موجود على نتفليكس، وده برضو من الحاجات الجديدة اللي بتحصل في الأوسكار، إن يكون فيه فيلم دخل أوسكار وموجود على نتفليكس، يعني جايب قوة يعني نتفليكس، وقصة إنسانية جميلة، وبطلته أيضا كانت ضمن مرشحات ل احسن ممثلة. على فكره بطلته هي اسمها صعب شويه، بس الناس مطلعه عليها اسم على السوشيال ميديا ومسمينها شيرين عبد الوهاب، فانا عشان هي شبهها جدا او دي من الحاجات الظريفه يعني، فهم الناس عماله تشير الصوره وتكتب شيرين شيرين شيرين، بس هو اتعرف الفيلم حتى من هنا من البطله بتاعته. بس هي جميله طبعا كفنانه شيرين. طيب طبعا كان عندنا لقطات ليدي جاجا بقى وبادلي كوبر، وخلينا نقول الفيلم ده انا مش عارفه ازاي اصلا دخل في انا مش عارفه والله، بس فيلم حلو ده سؤال. انا شفت الفيلم عجبني الصراحه. انا لما شفته هو فيلم قصته بسيطه، بس هو في يعني خلينا نقول في انتاجه الغنائي خلينا نقول حلو جدا، والقصة رغم ان هي قد تكون مكررة شوية لكن تم أداءها بحرفية عالية. كمان من فيلم هندي وغير كده الناس لامت، هي تيمة معروفة، بس تم إجادة، قصدي يعني إجادة الدور برادلي كوبر، راجل كتب وأخرج بس هو اتلام ان هو اختار ليدي جاجا ان هي تمثل الفيلم. ايه هو اتلام ان هو جاب ليدي جاجا يعني ده في الأول، وبعد كده أصبحت انتصار كبير. لا عشان مش عشان هي وحشه، مش عشان هي وحشه، عشان هي تفوقت عليه شويه او اخذت منه القلق. بالظبط، لان هي بتغني حلو جدا وهو ما بيغنيش حلو قوي، هو لسه بدا يغني وهو ممثل حلو وهي بادئه لسه تمثل، فالناس عايزه تشوفها في الاثنين يعني، هي عايزه تشوفها وهي بتمثل وعايزه تشوفها وهي بتغني. بس الاثنين مع بعض عملوا حاله استثنائيه، عملوا طبعا يمكن دي حاله الحب الابرز في 2018 هو كانت. لا هي حب ملخفن لان هو برادلي كوبر مرتبط. لا مش في الحقيقه، سوري بس احنا بنتابع دايما الاوسكار واللي ورا الاوسكار. طب خلينا نشوف لو ينفع نشوف جزء من اغنيه شالو اللي هي خدت عليها ايضا افضل اغنيه، بالمناسبه هي الوحيده اللي خدت في سنه واحده في التاريخ، برضو خدت الجرامي وخدت بافتا وخدت كمان. وهي علقت تعليق ظريف عليه ما هقوله لك بعد ما خلينا نشوف محرك. طيب شالو طبعا اغنيه خلينا نقول عدت كل مقاييس النجاح. كنت عايزه تعلق انت تعليق، كان في حاجه عندك نمايه من نمات نمايه كده. هو من كتر قصه الحب اللي كانت موجوده في الفيلم ومن كتر ما ليدي جاجا بتتكلم عنه في كل حته، وهي كانت مخطوبه بالمناسبه وقتها، هي فسخت خطوبتها بعد كده وكل يوم دمرها. هي كمان معلقه للاكس بتاعها، بس ما اعتقدش ان ده كان خطيبها، هي بعد الجائزه علقت وقالت الاكس بتاعي قال لي انت عمرك ما تنجحي وعمرك ما هيبقى ليكي اغنيه ناجحه وعمرك ما تاخدي جرامي ولا اوسكار، وانا قلت له انا هسيبك وفي يوم من الايام في كل حته هتروحها مش هتسمع غير صوتي وهتلاقي اخباري في كل حته. واخبارها في كل حاجه، وخدت الثلاثه، خدت جرامي وبافتا والاوسكارز كلهم في سنه هو ده واحده، واصبحت اول واحده او تحقق هذا الانجاز في التاريخ حتى في سنه واحده ان هم ياخدوها ثلاثه في سنه واحده. طيب اخر حاجه بقى يمكن من اللقطات برضو اللي كانت ايضا غريبه في الاوسكارز السنه دي، يعني البعض برضو كان بيتكلم عن فكره انه مش شرط تكون الاعمال خلينا نقول كسبت هي الافضل، خلينا نقول بشكل او باخر، لكن في مجمل الامور كانت الترشيحات يعني متفقه ومرضيه للجميع. صح يعني يعني تعليق الناس ايه على الجواز بشكل عام؟ لا كانت لطيفه جدا، الحاجه الوحيده بس اللي كان فيها تعقيب هي جائزه احسن ممثله، لان كان مترشح فيها جلين كلوز وهي كانت حد قديره هي واخده لقب اكتر حد عايش اترشح للاوسكار وما خدش الجائزه، وهي كانت جايه لابسه فستان بيعبر عن الاوسكار، يعني حولت نفسها اصلا للتمثيل بتاع الاوسكار دوت، والوزن الفستان كان 40 كيلو وهي متحمله وهي ماشيه بس اللي هو المنظر الست دي رايحه واخده اوسكار يعني، وكل الناس كانت برضو متوقعه، فلما ما خدتهاش وخدتها اوليفيا عن فيلم ذا فيفوريت الناس كان حلو جدا، بس هي عشان خاطر مين المترشح قدامها يعني هما الاثنين، حتى لما هي طلعت في الخطاب قالت ان هي بتحب جلين جدا وقالت لها انا كان نفسي قوي اكسب بس ما كانش نفسي ان انا اكسب قدام. طيب على اي حال يعني ده كان كده سرد برضو
قلنا نقول لحضراتكم أبرز المشاهد واللقطات في حفل جوائز الأوسكار في حفلتها 91. وبشكرك شكرا جزيلا ياسمين سعد، مؤسسة صفحة سينما ياسو، صح كده؟ صح كده، نورتينا. واحنا لسه مكملين مع حضراتكم، وهنروح برضو مع فقرة فنية بعد الفاصل، هنروح مع مهرجان أسوان لأفلام المرأة. أنا هختم معاكم وأشكركم على أن أشوفكم بكرة إن شاء الله على ألف خير وصحة وسعادة، لكن زميلة العزيزة نور صواف هتكون أيضا في لقاء مهم مع المونتيرة ليلى فهمي، واحد من أهم صناع السينما في مصر. زي ما قلت لحضراتكم، دور على مثلا في السنين اي فيلم هتلاقي غالبا ليلى فهمي اسمها عليه طبعا كمونتاج نيجاتيف. خلينا نشوف ونتابع تفاصيل واسرار كتيره بعد الفاصل.